السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف واحد المشكل في اللوفي دي فيتاس، سيدوزو قاصحين بزاف كيف ما كتشوفوا. خاصك ضروري تطبق عليه واحد القوة كيف ما كتشوفوا. المهم لي فيتاس سيدوزو فريمون قاصحين، فهمتي؟ سد ضروري خاصك تقاتل معاهم باش يدوزو. المهم في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الحل، وما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة، والمهم تبعوا الفيديو حتى الآخر. المهم اول حاجه غادي نبداو نحيدو بالبياس باش نوصلو لا بوطا فيتاس كيف ما كتشوفوا. المهم تبعوا، غادي نحيدو كاع البلاستيك كاع اللي دايرين، نحيدو الكاش ديال الباتري، الكوريتا ديال لا كارميسيون، والباتري والكالكولاتور ديال الموتور والكالكولاتور ديال ديريكسيون. المهم كيف ما كتشوفوا هذا دي بي متر، غادي نحيدو الكونيكتور. انا غادي نحيدو لي كونيكتور ديال الكالكولاتور ديال الموتور واحد بواحد. هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نحيدو لي كونيكتور ديال الكالكولاتور ديال ديريكسيون. فوالا، في ثلاثه ديال لي كونيكتور. من بعد غادي تحيد هاد جوج ديال لي فيس كيف ما كتشوفوا، فيس هنايا وفيس هنايا. غادي تحيدو السيبور ديال الباتري. المهم هذا فاش غادي تحيدو هاد السيبور ديال الباتري راه تيتجبد مع الكالكولاتور ديال الديريكسيون، الكالكولاتور ديال الموتور. كيف ما كتشوفو غادي تجبد كومبلي. اي فوالا، كيف ما كتشوفوا دابا وصلنا لابواطا فيتاس. دابا باين عندنا لابواطا فيتاس، والمشكل كاين كيف ما كتشوف في هاد لابارتي، في هاد اللاكس هذا، هذا هو اللي داير لنا المشكل. لاحظوا معايا هنايا فاش نجي ناكسيوني لي فيتاس كيف ما كتشوفوا خصني ندفع بالقوة، فهمتي؟ تيدوزو تقال. فوالا كيف ما كتشوفوا. ودابا شنو غادي ندير؟ غادي نحيد هاد لابارتي هادي، غادي نجيب 17 كيف ما كتشوفوا. انا طاح لي الكاروت، معليش. غادي نعوج هاد كيف ما كتشوفوا، نعوج بحال هكا باش الساروت يدخل بسهوله. ونجيبوا الساروت ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. فوالا، ومن بعد غادي نطلعوا الفوق فوالا غير بشويه. اي فوالا، كيف ما كتشوفوا دابا الضواطات هاد البياسة الصغيره. كيف ما كتشوفوا هنايا فاش كندفع ولا كنجر تيدوز، فهمتي؟ ما تيدورش، فهمتي؟ ما تيدورش بسهوله، لحقاش خصو يكون، فهمتي؟ تيدور بسهوله، فهمتي؟ يمشي تيجي، فهمتي؟ غير بوحدو. المهم انا قاصح بزاف، دونك الاخوان هذا هو المشكل. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو 16 من بعد نجيبو رالونج، أو غادي نفتحو لابياسة ديالنا. اي فوالا الاخوان، كيف ما كتشوفوا دابا حيدنا البياسه. فاش جينا بغينا نحيدو اللاكس ما بغاش يتحيد، فهمتي؟ تبلوكا. ما تنساوش انكم كيف ما كتشوفوا كاين واحد الجوان صغير، ما تنساوش تحيدوه كيف ما كتشوفوا. هاد الجوان هذا ضروري، هذا احتفظ به. كاين حتى واحد الرونديله فوالا كيف ما كتشوفوا. المهم اللاكس ما بغاش يتحيد دغيا دغيا، غادي نضربوه بشي ضريبه بحال هكا كما كتشوفوا. نورمالمون خصو يكون، فهمتي؟ تيلعب تيلعب، فهمتي؟ بوحدو تما. فوالا كيف ما كتشوفوا كي داير مسخ بزاف.
بحال فيه الكولا. المهم غنوريكم واحد المثال كيف ما كتشوفوا في هذه البواطه هذه، شوفوا اللاكس هنايا فهمتي تيدور ليبر، ما كاين حتى شي مشكل كيف ما كتشوفوا، نورمالمون خصو يكون داير بحال هكا. المهم غادي نيطوايو اللاكس ديالنا وغادي نيطوايو البياسه من الداخل، غادي نجيبو حنايا غادي نجيبو المازوت او الشيتا فهمتي، وغادي نجيبو قاعد الحرش يكون خفيف. المهم كيف ما كتشوفوا كاع يكفي، كاع غير نضربو غير بالمازوط فهمتي، انا ضربتو بقاعر الحرش، الا بغيتي تضربو بقاعر الحرش ما كيحتاج شي مشكل. وصافي نبداو الحكام فهمتي، نحيدو كاع داك الوسخ اللي فيه. كيف ما كتشوفوا دابا ولا امبيكاب. غنجيبو البياسة حتى هي غادي نغسلوها كيف ما كتشوفو من هنايا لداخل. اي فوالا الاخوان، العملية تمت كيف ما كتشوفو، دابا اللاكس تيدخل و تيخرج بسهولة. فوالا كيف ما كتشوفو، و دابا اخر عملية هي اننا نديرو لاكريس. دابا غادي نركبو البياسه ديالنا. دابا المشكل راه دابا تحل كيف ما كتشوفوا، ها دابا غادي نمشيو نتيستيو لداخل ديال الطوموبيل، نشوفوا لي فيتاس كيفاش غادي يوليو. كيف ما كتشوفوا دابا الفيتاسات كيدوزوا، يا سلام كيف ما كتشوفوا، لاحظوا معايا صراحه الفيتاسات دابا تيدوزوا خفاف. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. صراحه كاينين بزاف ديال الناس اللي كيبدلوا لابواط على حساب هذا المشكل هذا، ولكن المشكل راه جاي غير من هاد البياسه الصغيره، خصك دير لها نيطواياج وهذا ما كان. المهم ما تنساش انك تشترك في القناه، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.